من جديد مشاهدينا أهلا بكم أينما كنتم. نذهب إلى لقطات حية ومباشرة من قصر التحرير، حيث سينعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب حول قطر. طبعا نحن بانتظار هذا المؤتمر الصحفي وما سيسفر عنه من تصريحات أو أعمال معينة تجاه قطر بالطبع خلال الدقائق المقبلة. طيب طبعا كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، نحن بانتظار وزراء خارجية، بالطبع هو بيعقد في مصر، وزير خارجية مصر سامح شكري، وأيضا وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن حمد أو بن أحمد آل خليفة، وأيضا وزير خارجية دولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، لطبعا فحص أو الرد على رد قطر، والتي تم إمهالها 10 أيام، انتهت يوم الأحد الماضي، ثم تم تمديدها 48 ساعة أخرى، وتلقى الطلب أو الرد القطري طبعا هو دولة الكويت التي بدورها أعطت الرد إلى الدول الأربعة. ومن ثم سنشاهد ونستمع بعد قليل ما الذي سيتمخض عن هذا المؤتمر والرد على المطالب ذات أو الورقة ذات 13 مطلبا التي رفعتها الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب إلى قطر.